لقاؤنا يتجدد مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة من حديث الصحافة، فأهلا وسهلا بكم، ونبدأ هذه الحلقة بأبرز عناوين. من الصباح البداية، الشباب في البرنامج الحكومي. المستقبل اللبناني، الشتاء القاسي. ومن صحيفة الوطن القطرية، تركيا لا تدير ظهرها. إلى موقع كتابات ونقرأ: العراق بين الاجتذاذ والإصلاح. ومن كتابات نقرأ أيضا: حرب المياه المخفية. الحوار المتمدن: أمريكا والعالم في خدمة إيران وإسرائيل. إلى موقع إلاف: التحالف الدولي والمكون السني في العراق. ومن إلاف نقرأ أيضا: مرة أخرى مع رياح التغيير. الخليج اللامعقول في السياسة الأمريكية. وحرب مجنونة تطارد العنف وتجامل من أطلقوه من العرب القطرية. ومن البيان: تطعيم الأطفال من خلال بصمات الأصابع. وأخيرا من المستقبل اللبناني، جوجل تطلق بالونات لنشر الإنترنت في المناطق الفقيرة. من جديد أرحب بكم مشاهدينا، ومن عناوين جولتنا الصحفية إلى أبرز محطاتها مع الملف العراقي البداية. مقال للكاتب ميعاد الطائي بعنوان: الشباب في البرنامج الحكومي، من صحيفة الصباح، يقول فيه: تمثل شريحة الشباب قيمة عليا في أي مجتمع على اعتبارها الطاقة البشرية الأهم والأكثر حيوية، لا سيما إذا تم استثمارها بالطريقة الصحيحة، لأنها حينها ستلبي جميع متطلبات المجتمع في العديد من جوانب الحياة. ويأتي اهتمام البرنامج الحكومي الجديد بهذه الشريعة أو الشريحة ليعكس إيمان الحكومات العراقية بحقيقة مهمة، وهي أن شريحة الشباب تعد طاقة بشرية كبيرة، لأنها تمتاز بصفات خاصة لا توجد في غيرها من الشرائح المجتمعية الموجودة، كالحماس والعنفوان الداخلي، إضافة إلى الجرأة والاستقلالية، حيث ترى الحكومة في برنامجها ضرورة تسخير هذه الطاقة باتجاه بناء العراق وتطوير المجتمع. ولقد أثبتت التجارب، يقول الكاتب، الديمقراطية العالمية بأن شريحة الشباب هي التي من الممكن أن تنهض بمهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان وتسودها مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة. ولهذا وجدنا الحكومة العراقية قد أولت شريحة الشباب اهتماما كبيرا من خلال الفقرة من البرنامج الحكومي التي نصت على الاهتمام بالشباب والمرأة والطفل، حيث أكد البرنامج الحكومي بأن الشباب هم قوة الأمة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها، وأن بناء أسس للقيم التربوية والوطنية للشباب التي من شأنها المساهمة في تطور الحركة الرياضية والشبابية في العراق لن تتم إلا من خلال إنشاء قاعدة من المنشآت الشبابية والرياضية وتأهيل وصيانة المنشآت الشبابية والإشراف على إدارتها واستثمارها وتحسين التمويل الذاتي، إضافة إلى الاهتمام بالمرأة والتأكيد على أخذ دورها في المجتمع.
يقول الكاتب: أخيرا سنوات التجربة الديمقراطية الماضية أثبتت حاجة العراق إلى طاقات شابة يمكن أن يستفيد منها البلد. البرنامج الحكومي سعى إلى تحقيق ذلك عبر إعداد الشباب إعدادا سليما، وعبر توفير مستلزمات تأهيله وإعداده من خلال الفلسفة التربوية المناسبة التي تساهم في ترسيخ المفاهيم الديمقراطية والإنسانية في نفوس هذه الشريحة المهمة وغرس مفاهيم المواطنة الحقيقية فيهم لننجح، كما يقول الكاتب، في هذه الحقيقة في توجيه الطاقة الهائلة في داخلهم وباتجاه استثمارها في بناء البلد وتهيئتهم لهذه المهمة باعتبارهم مستقبل العراق وتقع على عاتقهم مهمة بنائه واستقراره. إلى صحيفة المستقبل اللبنانية الانتقال، وهذا مقال للكاتب أسعد حيدر بعنوان الشتاء القاسي. يقول فيه: السوريون والعراقيون هم آخر من يصدق الرئيس أوباما بأن إدارته أساءت تقدير الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية. هذه الإساءة ليست خطأ، إنها خطيئة، لأن حصيلتها حرب قد تمتد لثلاث سنوات أو أكثر، ولن تبقي في سوريا حجراً على حجر، ولا عائلة دون حزن، ولا طفلاً إلا ويخيم على مستقبله العلم الناقص إن لم يكن الجهل. لا يمكن لسوري ولا عراقي أيضا قبل أي إنسان في العالم القبول بأن الرئيس الأمريكي المفروض أنه يقود أقوى دولة في العالم، والذي يؤكد مجددا قيادته للعالم، أنه جاهل أو ساذج إلى هذا الحد. ويقول الكاتب: منذ أكثر من 24 شهرا والسوريون والعراقيون وكل العرب يعلنون خوفهم من أن يلد العنف والإحباط واليأس من التغيير والمساعدة إرهابا أسود تبدو فيه القاعدة مجرد قاعدة لهرم لا يعرف إلى أين سيصل ارتفاعه وقمته. الرئيس باراك أوباما اختار استراتيجية، ترك الجميع يتقاتلون ويتذابحون حتى ينهكوا ويصبحوا بحاجة إليه. الحل الآن: الجميع بحاجة إلى واشنطن ويطالبون بعودتها، لكن هذه العودة تضعها أيضا تحت السكين. أوباما أخذ كل النزاعات والحروب من بعيد وبخسائر معدلها العام صفر. أشاعت واشنطن أنها تعبت من الشرق الأوسط وأنها تتجه نحو المحيط الباسيفيكي. لم تخرج واشنطن من الشرق الأوسط لتعود إليه. كل ما يحصل اليوم أنها تعزز وجودها بطلب وإلحاح. كما يقول الكاتب: من الشرق الأوسطيين من عرب وإيرانيين وأتراك، أما إسرائيل فإنها تبقى قصة مختلفة، بداياتها ومساراتها مختلفة كذلك. في الشرق الأوسط من الممكن معرفة البدايات، لكن من المستحيل معرفة التحولات فيها التي ترسم بالنهاية النهايات. الصورة اليوم الخاضعة في جميع الأحوال لمداخلات عميقة تصنع خطوطها وربما حدود بعضها، فالعرب مستهدفون في حاضرهم ومستقبلهم، وهم يواجهون هذا كله وهم ممزقون وخائفون، يشاركون في حرب لم يكن يجب أن تكتب عليهم وكأنها القدر. إيران وقعت لأول مرة في فخ نصبته عمليا لغيرها. لا يمكن لإيران الوقوف مكتوفة الأيدي في الحرب ضد الإرهاب، وفي الوقت نفسه لا يمكنها تحمل التبعية لواشنطن التي لم يجف حبر وصفها بالشيطان الأكبر. طهران يمكنها أن تصبح القوة الإقليمية الكبرى وتلعب دورا أكبر مما كان يريده الشاه، أي شرطي المنطقة، بشرط أن تعود إلى بيت الطاعة الأمريكي، وبهذا يحقق المرشد آية الله علي خامنئي حلمه بأن يتمدد أكثر لتصل إقامته إلى قرش تركيا. كان يمكن أن يكون موقعها أكبر، تركيا وأوسع، لو لم تقع الأردوغانية أسيرة للإخوان المسلمين وفكرهم. أما إسرائيل، يقول الكاتب، فاستفادت واستثمرت كثيرا في الحرب في سوريا والعراق، لكن ذلك لم يجعل أو لم يجعل منها القوة التي تفرض كلمتها في مواجهة إيران المعادية إيديولوجيا التركية الإخوانية الطموحة. إسرائيل فازت فوزا كبيرا في تدمير سوريا. كل يوم في حرب أو كل يوم حرب في سوريا تصب أرباحا كبيرة في الطاحونة الإسرائيلية. سوريا لن تقوم لها قائمة قبل عقدين بعد انتهاء الحرب. هذا أكبر إنجاز تحقق لإسرائيل دون أي تكلفة. ويقول الكاتب أخيرا: الشتاء القادم قاس، ربما أقصى شتاء منذ عقود.
أما الآن موعدنا مع مقال الكاتب مازن حماد من صحيفة الوطن القطرية بعنوان تركيا لا تدير ظهرها. يقول فيه: منذ شهور والكل يتساءل أين تركيا وأين مشاركتها المفترضة كقوة مسلمة وكدولة أطلسية بارزة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وكان الكثيرون يقولون أن وقوع 46 تركيا رهائن بيد التنظيم منذ غزو الموصل أو غزوة الموصل في يوليو الماضي يحل دون إسهام أنقرة في الجهد الحربي، مخافة أن يقدم الدواعش على إعدام الرهائن، غير أن الإفراج عن مواطنيها لم يشكل رشوة لإبعاد الأتراك عن التحالف الدولي المناهض لداعش كما زعم البعض، وذلك بدليل أن أنقرة قدمت فور تحررها من قيد الرهائن وتهديد بحد السكين التي جزت أعناق أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين. قدمت إشارات لا تخطئها العين أو الأذن حين أثبتت أنها لا تماطل أو تتلكا ولا تدير ظهرها لواجب الإسهام في التصدي لأسوأ تنظيم إرهابي في التاريخ يرابط على حدودها مع سوريا والعراق. وفيما تجهز تركيا أو تجهز نفسها لتولي أو لتولي قسط كبير من المسؤولية العسكرية ضد داعش، قد تصل إلى حد إرسال قواتها البرية إلى الأراضي السورية والعراقية. ها نحن نسمع الرئيس أردوغان يكشف من نيويورك جانبا من التوجهات العسكرية التركية، مكذبا ما تردد عن ارتباك وخلاف ينتابان القرار التركي، ومؤكدا أن مشاورات تجري داخل بلاده ومع الحلفاء حول تنفيذ عملية برية نشطة ترافق الهجمات الجوية الأمريكية والعربية على مواقع الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وفي الوقت الذي عبر فيه أردوغان عن قناعته الصحيحة بأن إلحاق الهزيمة بالإرهابيين لا يتحقق بالضربات الجوية وحدها وإنما بالغزو البري القادر على إنجاز الحلول الدائمة، ينشغل البرلمانيون الأتراك في استطار أو استصدار قانون المطاردات الساخنة الذي يعطي الجيش الحق في عبور الحدود إلى سوريا والعراق. ويقول الكاتب أيضا: في هذا الإطار يستعد أردوغان ورئيس وزرائه محمد داود أوغلو لعقد اجتماع حاسم مع الجنرالات، وهذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق تحدد استراتيجية أنقرة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية. ولا يخفى على أحد أن تركيا لا تفكر فقط في مجابهة الإرهاب الداعشي، ولكنها تسعى إلى تحقيق هدف آخر في غاية الأهمية، ويتلخص في منع الكرد السوريين والعراقيين المشاركين في محاربة داعش من استغلال الدعم الغربي لهم في تطوير نزعتهم الاستقلالية وتقوية علاقاتهم التحالفية مع 20 مليون كردي في تركيا. يقول الكاتب أخيرا: إذا كان عزم أنقرة على إقامة منطقة عازلة داخل سوريا مدعومة بمنطقة حظر جوي يساهم في التصدي لتطلعات الكرد السياسية، فإن الأتراك لا يخفون قلقهم من أن تؤدي مشاركتهم في ضرب داعش إلى تقوية نظام الأسد الذين يطالبون بإسقاطه. ومحطتنا التالية هي فاصل من رسوم الكاريكاتير، نشاهد معا.
جولتنا الصحفية مستمرة مشاهدينا، وننتقل إلى الصحافة الإلكترونية وموقع كتابات. مقال الكاتب قاسم الذهبي بعنوان العراق بين الاشتداد والإصلاح، يقول فيه: الحل العسكري والبوليسي كما يرى الكاتب، الذي استخدم من قبل الحكومات السابقة في قمع مطالب القوميات والطوائف العراقية، فأدى هذا إلى الحروب وتراجع الدولة العراقية إلى الوراء، بعد أن كان العراق في مقدمة دول المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بما يملكه من عوامل التفوق في الثروات الطبيعية والبشرية. وهذا الأسلوب استخدم أيضا في فترة رئيس الوزراء السابق نور المالكي في تعامله مع قيادات العرب السنة. إذا أردنا سلاما دائما يحصن المجتمع العراقي من العودة إلى العنف مرة أخرى، علينا إيجاد سبيل آخر لتعامل الحكومة مع المجتمع، وهو الحوار مع القيادات المؤثرة التي يختارها هذا المجتمع لا التي يختارها رئيس الحكومة. يقول الكاتب: أحد أهم الهواجس لدى السنة العرب هو عدم قناعاتهم بأنهم أقلية، وهذا الهاجس كما يقول الكاتب بأنهم أقلية يجب تبديده خلال أشعة روح المواطنة من خلال منظومة من التشريعات، ومن ضمنها تعديل الدستور ورفع الفقرات التي تشكل اعتراضا مهما لهم. والهاجس الآخر هو الميليشيات الشيعية التي تغض دولة النظر عنها، وهذه الميليشيات تشكل خطر على هيبة الدولة وتعزز عوامل عدم الثقة بالقانون والنظام. ومعالجة ذلك هو بحل هذه الميليشيات وبناء جيش وأجهزة أمن مهنية، ولاؤها للدولة لا لأحزابها. أما الهاجس الثالث هو قانون اجتذاذ البعث الذي يستخدم أو استخدم من جميع الأحزاب والحكومة في إقصاء المعارضين وابتزاز المواطنين. ومعالجة ذلك هو بانتهاج خط تصالحي من خلال عملية مصالحة حقيقية يتم من خلالها إنهاء جميع الثغرات التي استطاع الإرهاب الدخول منها إلى هذه المجتمعات. ويقول أيضا: أما موضوع الاجتهاد فمعالجته بطريقة قانونية من خلال القضاء وتفعيل قانون العقوبات العراقي في معالجة الكثير من حالات المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب. أما الهاجس الآخر وهو المشاركة في قيادة البلد من خلال حكومة مركزية تمنح الحكومات المحلية سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الأمنية والإدارية، وعدم تركيز الصلاحيات في الوزارات التي ينخرها الفساد وتفشي المحسوبية والرشوة. وفي الختام يقول الكاتب: إصلاح المجتمعات هو من أهم مقاصد التشريعات، ولا يأتي الإصلاح باجتذاذ المجتمعات وتشريعات قصية قمعية، وإنما بإشاعة روح القانون والعدالة والمساواة بين بني البشر. نبقى في موقع كتابات ونقرأ منه هذا المقال للكاتب رحيم الخالدي بعنوان حرب المياه المخفية، يقول فيه: يتناول بين الحين والآخر أحد الكتاب مشكلة المياه، وليس بالضرورة أن يطرح كل المشكلة، بل يتناول جانبا لعل أهل العقد والحل يجعلونها من الأولويات ضمن برامجهم تحت قبة البرلمان، ويتم معالجتها ليستفيد الجميع. العراقيون وبحضارتهم التي أدهشت العالم وبالفكر الذي يحملونه طبعوا الأنهار بإرادتهم وجعلوها مفيدة من خلال النواظم والقناطر البسيطة وحسب ما تقتضيه الحاجة، فبقي الحال كما أرادوه. كل الأنظمة السالفة تلاعبت بالمياه بطريقة خبيثة ومنذ مدة طويلة، والحكومات تريد أن تجعل الجنوب العراقي تابعا ومسيطر عليه حتى في المياه، فجعلوها وسيلة ضغط لمصالح مستقبلية لأسلافهم ليكون لهم كلمة الفصل في كل الأزمنة، فعملت على بناء السدود لتنشئ بحيرات في مناطق رملية شاربة للماء وغير ذات الفائدة. ولو كان التفكير صائبا لكانت المحافظات الجنوبية أولى بالسدود، كونها أرض زراعية وفيها من الأهوار ما يسد حاجة البلد من الثروة السمكية ولا نحتاج للاستيراد. إضافة لذلك، دول الجوار المشاركة في حرب المياه، تركيا عملت سدودا وليس سدا واحدا، وشاركتها سوريا بنفس العمل ليتم إنقاص الحصة المائية لتزداد الملوحة في الجنوب العراقي، وبالتالي تتحول الأراضي الخضراء إلى ألواح ملحية يتم هجرها مستقبلا. يخلص الكاتب إلى القول: اليوم وبين الحين والآخر يسيطر الإرهاب على تلك السدود، ونسمع من هنا وهناك أصوات شاذة لا ترقى للإنسانية بحرف،
يهددون بقطع المياه وكأنهم هم الذين استخرجوها، والمشكلة تكمن بالسياسيين وصمتهم الدائم الذين يسمعون وكأنهم سم بكم ولا من راد على هؤلاء. إلى موقع الحوار المتمدن الانتقالة ونقرأ هذا المقال للكاتب خالد الحروب بعنوان أمريكا والعالم في خدمة إيران وإسرائيل. يقول فيه: أي نظرة متأنية للفوضى والخراب الذي يحدث في المنطقة العربية تقول إلى ذات النتيجة، المشروع الإيراني يزداد توسعا والمشروع الإسرائيلي يتعمق احتلالا واستيطانا، وذلك كله على حساب العرب دولا وشعوب وقضايا وسيادات. واليوم تقود الولايات المتحدة حربا عريضة ضمن تحالف عالمي ربما هو الأوسع والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ضد عدو تافه اسمه داعش، وتنخرط في هذه الحرب معظم الدول العربية. لكن يستدرك الكاتب القول: المستفيد الأول والأكبر من هذه الحرب هو إيران، التي يبدو أن العالم كله وبقيادة أوباما نفسه ينفذ لها أجندتها الإقليمية ويطهر لها مساحات النفوذ ويهيئ لها الأرض كي تتمدد بسهولة. كل انتصار على داعش تحققه أمريكا سوف يفتح مذا جديدا للنفوذ الإيراني الذي يمتد هلاله فوق العراق وسوريا ولبنان ويتوقف عند الحدود الإسرائيلية ويحترمها. داعش جماعة ظلامية وإرهابية تستحق أن تدار ضدها كل الحروب، فما قامت وتقوم به من جرائم لم يدمر سوى العرب والمسلمين وبلدانهم، ولم يجري غيلهم سوى المصائب والويلات. يقول الكاتب: الأسئلة التي تزدحم بها عقول الملايين من عرب المنطقة لا تجد أجوبة عليها، وعلى رأس تلك الأسئلة: لماذا أعرض الغرب كله عن محاربة إرهاب النظام الأسدي وإيقافه عند حده رغم كل المجازر التي قام بها، فيما نرى هذا الغرب يتملكه النشاط والقوة والإصرار على خوض حرب ضد داعش فقط، ويستثنى من الحرب إرهاب النظام الأسدي وكل الجماعات القادمة من إيران ولبنان والتي تؤيده في إجرامه ضد الشعب السوري. يقول الكاتب: الأجوبة الأسرع نفاذاً إلى عقل كل مراقب تتمحور حول مصلحة إسرائيل وأمنها واستقرارها، لكون ذلك هو المحرك الأهم في أي سياسة أمريكية وغربية في المنطقة العربية. وإلى جانب إسرائيل تقف إيران اليوم في نفس الدرجة لجهة الاستفادة من السياسة الأمريكية التي تتحالف فيها العنجهية والعنصرية العميقة ضد العرب والفلسطينيين، والدعم الأعمى لإسرائيل مع الغباء وقصر النظر الذي نشهده في كل حلقة من حلقات الحروب العمياء التي تشنها واشنطن في المنطقة. في كل دورة من هذه الدورات تقدم هدايا إضافية لإيران. يخلص الكاتب إلى القول: إذا صدقت بعض التقارير الصحفية التي نسبت إلى أحد نواب العاصمة الإيرانية خطبة عصماء قال فيها إن إيران تسيطر الآن على 4 عواصم عربية: بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء، فإن ما يحدث الآن من حرب لن ينتج إلا تكريسا للتوسع الإيراني الذي جوهرة المشروع الفارسي الذي لا له علاقة بالدين ولا حتى بالشيعة ولا حتى التشيع. ننتقل إلى موقع لاف ونقرأ منه هذا المقال للكاتب هشام النور بعنوان التحالف الدولي والمكون السني في العراق. يقول فيه: لم يلحظ التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا إلى تغييبها المكون السني المحلي في بناء تحالفاتها في العراق. فالمكون السني الذي تم تهميشه كما يرى الكاتب في تكوين التحالف واختيار الحكومة وتشكيلها قد يفضي إلى تقويضه بعد فشل المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة والعشائر السنية، إذا لم تتوصل المفاوضات الأمريكية مع الفصائل السنية المسلحة في العراق إلى نتائج إيجابية. توقفت المفاوضات الثنائية بشكل كامل بسبب فشل التصور أو التوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب التي تصر المطالب
أو الفصائل على تنفيذها مقابل التزامها بالمساعدة على استعادة السيطرة على مناطق عراقية يستولي عليها تنظيم داعش. يقول الكاتب: يعود تعثر المفاوضات التي استمرت عدة أسابيع في العاصمة الأردنية عمان إلى إصرار الفصائل على التعامل مع الميليشيات الشيعية الممولة إيرانياً كجماعات إرهابية أسوة بتنظيم داعش والنصرة في سوريا والعراق، فضلاً عن مطالبتها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل تلك الميليشيات وأبرزها كتائب حزب الله العراقي وبدر وعصائب الحق وجيش المهدي. وشهدت المفاوضات كما يقول الكاتب خلافات حادة حول مسألة تسليم أسلحة الفصائل التي اعتبرته خطا أحمر لا يمكن مناقشته قبل معاينة تغيير على الأرض بما يتعلق بالميليشيات الشيعية. لم تنجح المخابرات الأردنية الراعية للمفاوضات الثنائية في إعادة الطرفين إلى طاولة الحوار كما يقول الكاتب، فيما أصر الجانب الأمريكي على حاجته إلى التشاور ومنح الطرف الثاني مزيدا من الوقت بموازاة تأكيده عدم قطع قنوات الاتصال في حال تحقيق أي تقدم. ويرى المفاوض الأمريكي في مطلب الفصائل بالتعامل مع الميليشيات كمنظمات إرهابية مطلبا سابقا لأوانه، فالأمريكيون يعتبرون أن خطر تلك الميليشيات محلي وليس عالميا كما هو حال تنظيمي القاعدة وداعش. ويرى الأمريكيون أن من شأن أي خطوة مماثلة أن تؤدي إلى حرف أهداف التحالف الدولي وأن تخلق مشاكل سياسية وأمنية، لكنهم في الوقت ذاته قدموا ضمانات أكيدة للفصائل مفادها أن عمل الميليشيات سيجمد وهي لن تشكل تهديدا على المناطق السنية، وهو ما لم توافق عليه الفصائل. لقد أثبتت الأزمة الأخيرة التي تعصف بالعراق هشاشة مؤسستي العسكرية التي كانت تعد قوة يحسب لها الحساب. وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي كيري خلال زيارته الأخيرة لبغداد أنه سيتم إعادة هيكلة الجيش العراقي وتدريبه من خلال استراتيجيات عدة وبمساعدة دول أخرى وليس الولايات المتحدة وحدها، غير أنه لم يوضح خطته الجديدة، ما يعني أن اعتماد العراق على الميليشيات الشيعية المحسوبة على تيارات شيعية معروفة بتطرفها ومواقفها المذهبية من بقية المكونات العراقية سيزيد مستقبلا، وهو ما ينذر بتقويض استراتيجية التحالف الدولي الجديدة وقد يستنزفه لسنوات طويلة. نبقى مشاهدينا في موقع إلاف، وهذه المرة نطالع مقالا للكاتب سرب سلامني بعنوان مرة أخرى مع رياح التغيير. يقول فيه: لم يعد خافيا على أحد أن رياح التغيير التي بدأت بما تعرف على تسميته بالربيع العربي المزعوم أصبحت عواصف عاتية تقتلع البقية الباقية من الخارطة التي رسمتها معاهدة ساكس بيكو المعروفة قبل قرابة قرن من الزمن، والتي وصفها الحاكم الأمريكي الأسبق للعراق السيد بول برايمر بأنها لم تعد مجدية وأنه لابد من رسم خارطة جديدة للمئة عام المقبلة، دون أن يذكر فيها إذا كانت الحدود الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار إرادة شعوب المنطقة ومصالحها الحيوية التي تجاهلتها سايكس بيكو كليا، أو سيقوم رسام الخرائط في مراكز القرار العالمية بتطوير بنود هذه المعاهدة من حيث تقسيم المقسم وتجزئة المجزأة أكثر في أكثر لتبقى الكيانات الهشة الضعيفة الجديدة بحاجة دائمة وماسة لحماية وخدمات الأخ الأكبر. وتابع الكاتب بالقول: كل المعطيات على الأرض تشير إلى أن المنطقة مقبلة على التغيير، وهذا التغيير لن يتوقف في الحدود والأطر الحالية له، وإنما سيطال الجميع بما فيها القوى الإقليمية النافذة التي تعتقد أنها محصنة بما فيه الكفاية لمواجهة رائحة التغيير والنائمة حاليا على زبد الوعود التي يضاف لها في عسل كلام الأخ الأكبر. وهذا يعني أن العاصفة ستجتاح كل من تركيا، إيران، دول الخليج وربما زجها مجتمعة في حرب طائفية تبدو ملامحها كما يقول الكاتب من الصراع القائم حاليا في سوريا والعراق واليمن، والذي تسبب في كل المعاناة والمآسي التي يعيشها البلدين. يسأل الكاتب هنا: إذ كيف يعقل أن تعجز هذه القوى الإقليمية من إنهاء مجموعة من العصابات
الإرهابية التي تعيث فسادا وإرهابا في الأرض، وتضطر إلى استدعاء تحالف دولي ضخم للتصدي لهذه الشرذمة التي تحولت بقدرة قادر إلى جيش مدجج بالأسلحة. التغيير، يقول الكاتب، قادم لا محالة، خاصة مع كل المآسي والمعاناة والضحايا والأزمات الأقليمية التي خلفتها سايكس بيكو، والفشل أخيرا في ضمان مصالح المتعاقدين. والسؤال هو، هل ستقف شعوب المنطقة مكتوفة الأيدي متفرجة على الإخراج الجديد، مستسلمة لمصيرها الذي يحدده رسام الأخ الأكبر للقرن المقبل، أم أنها ستختار الطريق الصعب وهو طريق المساهمة في رسم الخارطة القادمة بما يتفق ومصالحها القومية وحقوقها المشروعة في الحرية والعيش بكرامة وبما يضمن السلام والأمن الإقليميين وعلاقات متوازنة مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي؟ يقول الكاتب أخيرا، أمام شعوب المنطقة تغيرات جذرية شاملة، فإما أن تدافع عن حقوقها ومصالحها ومستقبل أجيالها القادمة وتساهم في رسم الخريطة المقبلة للمنطقة أيضا بروح التسامح والتعاون وتجاوز الخلافات، وإما عليها أن تقبل بالخارطة الجديدة للمئة عام المقبلة كما يقول السيد بول برايمر، ولا عزاء للخاسرين. ننتقل الآن إلى الملف العربي والدولي، لكن بعد ثوان فكونوا معنا. البداية مشاهدينا مع صحيفة الخليج، ونقرأ ما جاء في افتتاحيتها تحت عنوان اللامعقول في السياسة الأمريكية. تقول الصحيفة، أن يطالب الفلسطينيون في الأمم المتحدة بتأمين حصولهم على حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين والقرارات الدولية فهو أمر غير مقبول ومتجاوز للحدود، أما أن ينتهك الكيان أو ينتهك الكيان الصهيوني القرارات الدولية وأن يهزأ بكل أسس الشرعية الدولية فهو أمر مقبول ومبرر، والكيان الصهيوني يبني المستوطنات على كل أرض فلسطين من أجل استكمال تهويدها، والمجتمع الدولي لا يعير ذلك اهتماما، في حين أن هذا المجتمع يرعد ويفرض العقوبات حينما يحصل على ما يراه مخالفا لمصالحه. القانون الدولي لدى البلدان الغربية هو الأمر المتحرك، بينما المصالح الخاصة به فهي ثالثة. المرجعية في تصرفات البلدان الغربية تستند إلى مصالحها، بينما يتم تفسير القانون الدولي استثنائيا أو تلوى نصوصه حسب كل حالة لتتناسب مع هذه المصالح، وهذا سلوك مدمر لهذه المصالح ومخرب للمرجعية التي يمكن أن تكون الملجأ لحل المشكلات العالمية. فمصالح البلدان الغربية لن تتعزز في المدى البعيد بسبب الظلم الذي تلحقه سياستها بالشعوب الأخرى، كما أن الإزدواجية في تطبيق المعايير الدولية يؤدي إلى فقدان الشرعية الدولية لهيبتها وانصراف البلدان عنها، ويؤدي إلى تصور البلدان والجماعات بأن الملجأ الوحيد المتبقي لها هو أن تأخذ الأمور بيدها، وهو أمر لا يخدم أي مصلحة بل يقود إلى عدم الاستقرار الذي يدلزل التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، ومن ثم يهيئ البيئة الحاضنة للتطرف والعنف المصاحب له. لقد أصبح الكيان الصهيوني كيانا مقدسا لدى البلدان الغربية، كل تصرفاته مقبولة وكل عنفه مباح وكل انتهاكاته مبررة، فليس هذا الموقف مخالفا لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية فحسب، وإنما هو أمر يعزز اليأس الذي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمآلاته. ولهذا تقول الصحيفة أخيرا، لا عجب أن تأتي الاستفتاءات عبر العالم لتؤكد عدم الثقة بسياسات البلدان الغربية وبالذات سياسات الولايات المتحدة.
ننتقل إلى صحيفة العرب القطرية ونقرأ منها مقالا للكاتب ياسر الزعاتر بعنوان حرب مجنونة تطارد العنف وتجامل من أطلقوا. يقول فيه: في زفة الأمم المتحدة كان بان كي مون هو الوحيد الذي تحدث عن الأسباب التي تقف خلف نشوء ظاهرة ما سماه الإرهاب وضرورة معالجتها، لأن الصواريخ تقتل الإرهابيين كما قال، لكن العدالة هي التي تقتل الإرهاب. أما كاميرون الذي يتمتع بمتابعة الجنون الأمريكي أيا تكن حيثياته، فلم يجد غير الحديث عن الفكر المتطرف والدعاة الذين يبثونه. على هذه الخلفية يقول الكاتب: جاء القرار الأممي بشأن المقاتلين الأجانب، والذي لم يسأل أصحابه لماذا يترك شبان يعيشون حياة مرفهة في الغرب ويأتون واضعين أرواحهم على أكفهم في معارك تبدو احتمالات النجاة فيها أقل بكثير من احتمالي الموت أو السجن. العنف المسلح ليس ظاهرة فكرية، والأفكار لا تعد أن تقدم له التبرير والدافعية، وما يخرجها إلى الواقع هي ظروف الموضوعية، إذ من دون حاضنة شعبية ودعم خارجي لا يمكن للعنف المسلح أن ينشأ، فضلا على أن يكبر ويتمدد. هكذا يريد الغرب أن يطارد السلاح وحامله دون أن يلتفت إلى الأسباب التي أدت إلى سلوكهم هذا السبيل. ففي العراق لن يؤسس العرب السنة صحوات كما فعلوا من قبل من أجل مطاردة تنظيم الدولة، والسبب بحسب الكاتب أنهم لا يثقون بخليفة الملك الذي يبدو في جيب إيران أيضا، وهم رغم خلاف كثير منهم مع سياسات وممارسات تنظيم الدولة إلا أنهم لا يعادونه، وبالطبع لأن الطرف الآخر لم يقصر فيهم قتلا وتشييدا وإقصاء وتهميشا بلا حساب. أما في سوريا فلن يقبلوا أن يجري ضم معظم الكتائب الإسلامية إلى مربع الإرهاب، فيما يدركون أن محاربة تنظيم الدولة والفصائل الأخرى ستصب غالبا في صالح بشار، وحين يعلن الأخير ترحيبه بالضربات الأمريكية عبر المتحدثين باسم حكومته، فمن الطبيعي أن لا يؤيدها الناس، فضلا عن جماهير الأمة التي راقبت دموية بشار وهي لن تصاب بعمل البني الغربي الذي لا يرى غير ذبح أعداد من الناس بيد تنظيم الدولة، بينما يتجاهل المئات الذين يقتلهم بشار يوميا بالبراميل المتفجرة. إنها معركة عبثية تطارد العرض وتترك المرض، والمرض هو الظلم والعدوان في العراق وسوريا وفلسطين، ستبقى عامل تفجير دائم أيضا. والآن في اليمن الذي سيفجر عدوان الحوثيين فيه عنفا واسع النطاق، وسيمنح تنظيم القاعدة دفعة كبيرة، وسيدفع آخرين سواه إلى حمل السلاح لرد الإهانة والعدوان الحوثي. يقول الكاتب أخيرا: إن اللافتة في الملفات المشار إليها باستثناء فلسطين هو حضور إيران التي تمارس العدوان على غالبية الأمة، ولن تعلن الأقلية حربا على الأغلبية ثم تربحها بأي حال، كما يقول، بخاصة حين يكون تراث تلك الأغلبية حافلا بالبطولة والصمود على مدى التاريخ. وستدرك إيران ذلك وإن متأخرة، بعد أن تستنزف وتستنزف معها المنطقة ماليا وبشريا. ننتقل الآن إلى أخبار الصفحة الأخيرة، والبداية مع صحيفة البيان، وهذا الخبر بعنوان يقول: تطعيم الأطفال من خلال بصمات الأصابع. حيث طور البروفيسور أنيل جان في جامعة ميشيغان الأمريكية طريقة مستحدثة لتطعيم الأطفال وجدولة أوقات التطعيم المختلفة وفقا لبصمات الأصابع، بدلا من الطرق التقليدية التي تستخدم الأوراق والسجلات الطبية لتسجيل مواعيد التطعيمات المختلفة بتواريخها، إذ سيسهم ذلك الإجراء الوقائي في رفع وتعزيز مناعة الأطفال والرضع ووقايتهم من الإصابة بالأمراض وإنقاذ حياتهم، بحسب ما ذكر موقع ساينس ديلي. ولاحظ الدكتور المشرف على البحث أن الطرق التقليدية المتبعة في تسجيل مواعيد التطعيمات من خلال أوراق شهادات التطعيم تعتبر غير مجدية ونافعة، بخاصة في الدول المتقدمة، نظرا لإمكانية ضياع تلك الأوراق والمستندات، إذ أن هذا الأسلوب المعقد والمستنفذ للوقت مليء بالمصاعب عند التعامل مع مجموعات المعطيات الكبيرة. نختم أخبارنا مشاهدينا مع صحيفة المستقبل اللبنانية من جديد، وهذا الخبر بعنوان: جوجل تطلق بالونات لنشر الإنترنت في المناطق الفقيرة. تنوي شركة جوجل العام المقبل إطلاق أول بالونات لإيصال الإنترنت السريع إلى مناطق نائية وفقيرة
في العالم. وتقوم شركة جوجل على مدى أعوام بتطوير مشروع بروجكت لون الذي يقضي بتزويد المستخدمين بالإنترنت بواسطة البالونات. ويجري الإعداد للمشروع في مختبر جوجل إكس الذي يقوم أيضا بتصميم النظارات الذكية والسيارات دون سائق. وقال مدير الابتكار إن مشروعه يهدف إلى إنشاء شبكة تضم محطة رئيسية تقوم بتوسيع الإنترنت من خلال موزع محلي، وأجهزة الشبكة المنصوبة في البالونات والهوائيات المنصوبة في منازل المستخدمين. وأضاف أن البالونات ستعلق على ارتفاع 20 كيلومتر دون أن تعرقل رحلات الطائرات، وبإمكان بالون واحد نشر الإنترنت في منطقة يبلغ قطرها 40 كيلومتر. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد الدولي للمواصلات عن بعد، فإن 60% من سكان الأرض لا يزالون بحلول عام 2015 محرومين من الإنترنت. وفي الختام مشاهدينا، أشكر لكم طيبة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء.